أقام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين، وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية القوية بين البحرين والمملكة المتحدة. احتفال في المملكة المتحدة بالذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين. معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين ببريطانيا رحب بالضيوف من الجانب البريطاني والجالية البحرينية، مشيرا إلى اعتزاز المملكة بالاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيس قوة دفاع البحرين منذ عام 1968 وما قامت به من بناء أمن واستقرار المملكة، مشيدا بالعلاقات التاريخية القوية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. حبيت أبارك لي سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وسيدي سمو رئيس الوزراء، وسيدي سمو ولي العهد، وسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وسعادة رئيس هيئة الأركان بهذه المناسبة العظيمة، مرور 50 سنة على تأسيس قوة دفاع البحرين. هذا الصرح الشامخ، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم زاهر بإذن الله إن شاء الله. لدينا علاقة رائعة بين وزارتي دفاع بريطانيا ومملكة البحرين، ونتطلع إلى تقوية التعاون بيننا في المستقبل، وأفتخر بهذه العلاقات وحضوري ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين. شهد الاحتفال معرضا للصور التاريخية التي تحكي بداية تأسيس قوة دفاع البحرين واستقبال المجندين المتطوعين، بالإضافة إلى عرض مشاركات القوة في العديد من جبهات القتال والميادين المتعددة. أبارك لجلالة الملك على الإنجاز، وبارك لكل الشعب البحريني، وفي نفس الوقت أحب أشكر سعادة السفير على الحفل اليوم، وفي نفس الوقت إحنا كلنا فخورين بهذا الشيء ونكسب خبرة من الكلية في البحرين وفي الكلية كلية ساند هيرست. إنه لمن المهم جدا حضوري هنا. لقد شاركت ضمن قوات الجيش في الاستعداد للانسحاب البريطاني من منطقة الخليج، وفي هذه الصورة شهدت تخريج أول دفعة لقوة دفاع البحرين عام 1969. الاحتفال بمرور 5 عقود على تأسيس قوة دفاع البحرين تناول المراحل المحورية التي مرت بها مملكة البحرين منذ فجر التاريخ، مرورا بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، ذلك التاريخ الذي تثبت من خلاله قوة دفاع البحرين دورها الدفاعي كإحدى أركان دعم حائط الصد العربي والدولي. بمرور 50 عاما على إنشاء قوة دفاع البحرين، يرسخ الاحتفال بهذه الذكرى في بريطانيا العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ويعزز ما شهدته قوة دفاع البحرين منذ العقود الماضية من أداء الواجب الوطني تجاه دول المنطقة والعالم. عبد جمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.